تفتح الأقسام التحضيرية عند توفر الحجرة الدراسية والأستاذ المؤطر أو المربية، ولا يجوز أن يتسبب فتحها في طلب منصب مالي إضافي أو تغيير في نمط المؤسسة. هذه هي الشروط التي حددتها وزارة التربية الوطنية في ظل الظرف الصحي الاستثنائي الراهن، شروط وصفتها المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ بالتعجيزية، لا سيما وأنها تتنافى ومبدأ تكافؤ الفرص. في الحقيقة احنا شفنا الشروط اللي طلبتها وزارة التربية باش تفتح أقسام خاصة بالسنوات التحضيرية، يعني شو أولا شروط تعجيزية بالنسبة للمؤسسة التربوية. زيد على ذلك وزارة التربية هنايا تبين بلي ما كاش تكافؤ الفرص بالنسبة للأبناء نتاعنا، خاصة كي مدرسة تكون فيها تحضيري، مدرسة تكون ما فيهاش تحضيري. تعليمة الوزارة التي أنهت الجدل القائم حول إلغاء هذه الأقسام من عدمها في ظل الفوضى التي اعترت عملية التسجيل، أعادت مطلب إلغائها إلى الواجهة. إلغاء كليا لكي ما يبقاش المشكل تاع تكافؤ الفرص. ووفقا لتعليمة الوزارة، فإن التسجيل في هذه الأقسام يخص الأطفال المولودين في الفترة الممتدة ما بين الفتح جانفي ونهاية شهر ديسمبر 2015 في حدود المقاعد المتوفرة، ومن المنتظر أن يلتحق أزيد من 500,000 تلميذ بهذه الأقسام منتصف شهر نوفمبر المقبل.